مساء الخير والأنوار أعزائي المشاهدين والمتتبعين. اليوم حضرت بيتزا يعني شكل دائري وشكل يعني تاع الكاريات. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش ديروا لي لايك واشتراك وتضغطوا على الجرس. هنا أول حاجة نبدأ بعجينة البيتزا. عجينة البيتزا عندنا درت أنا 2 غرفيات من هذه الغرفية تاع فرينة، عندي 2 مغارف تاع لحظة، وعندي مغرفة ونص تاع خمارة تاع الخبز، ونص مغرفة سكر، وكذلك ملح. هنا نجو في ديك الغرفة نديرو الخمارة، مغرفة ونص خمارة ونص مغرفة سكر و2 مغارف لحظة، نديرهم يعني يتفاعلوا، نزيد عليها شوية ملح، عفوا نزيدوا عليها الماء ونخلو الملح يعني للآخر، ما نديروش دروك، نديروا الماء، نخلطوا كامل المكونات مع بعض، ونزيدوا نديروا المدافي، يعني نزيدوا نديروا شوية برك تاع مدافي، ما نديروش كامل يعني ما نكثروش. نحل الخمارة تاعي مع السكر واللحظة مليح في الماء. الماء هنا انا درتو دافي، تقدري ديري ما دافي، تقدري تضيفي ديري الماء تاع الحنفية، لانه رانا في الصيف وراي سخان، المهم ما يكونش الماء بارد. هنا نحل مليح الخمارة مع اللحظة والسكر في ذاك الماء، ونخليهم 6 دقائق ولا 4 دقائق يتفاعلوا، تفعل الخمارة تاعنا. هنا كيما راكم تشوفوا خليتها قيس 4 دقائق، لقيت الخمارة تاعي تفاعلت، تفاعل بسرعة باش البيتزا تاعنا تجينا خفيفة. هنا نديرو حفرة في الوسط تاع الفرينة، ونفرغو الخميرة تاعنا اللي كنا درناها تفاعلت، يعني الخمارة واللحظة والسكر. هنا تقدرو تستغناو على اللحظة وديرو الحليب. هنا مثلا ما ذكرتش مع المكونات، عندي 4 مغارف تاع زيت، تقدري زيت ديري زيت زيتون تاع زيت زيتون ولا ديري زيت عادي. هنا نديرو شويه زعتر كذلك، نحكو شويه بين يدينا باش ما يجيناش باش ما نحملوش فيه كنبدا ناكلو. وعندي الملح، هنا الملح ضفتو يعني مع الاخر، ما ضفتوش مع الخماره باش ما يقتلناش مفعول الخماره. هنا ندخل الفرينه مليح مع المكونات اللي درتهم، ونلم بالمدافي، نلم بالمدافي مليح. هنايا كما قلت لكم، الى اللي ما عندهاش اللحظه تقدر تلم بالماء، عفوا بالحليب، يعني دير نص حليب ونص ماء، ولا تلم بالماء وحده، عفوا بالحليب وحده. اللي ما عندهاش اللحظه تقدر تستغنى على اللحظه وتلم بالحليب، تلم بالحليب وحده ولا بالحليب والماء. هنا كما راكم تشوفوا نلم العجينة تاعنا مليح، منديروهاش يابسة، نديروها شوية طرية باش تجينا العجينة تاعنا طرية ومتجيناش يابسة. هنا نعجن شوية العجينة تاعنا، هنا زدتلها شوية ما لأنه يعني ما باش تجينا شوية طرية، باش ترانا شويه. انا هنا ذكرت لك الماء ما درتهاش كامل، يعني خليت تقريبا نص ريكله. نعجنوا العجينه تاعنا مليح، العجينه تاعنا كما قلت لكم ما ديروهاش يابسه، نديروها شويه طريه ونخلوها تريح تخمر. هنا بعد ما خمرت العجينه تاعنا نقيس 10 دقائق القهوه خمرت، لانه الخماره تاعنا درنا تفاعلت في الاول مع اللحظه والسكر، على هذيك تخمرنا بالخف مع راه الصيف مع السخانه، انا كيما نعرفوا بالخف تخمرنا العجينه. هنا نجو نديروا العجينه تاعنا على شكل خبزات، ونعاونوا روحنا بالزيت، يعني نديروا يدينا في الزيت باش العجينه ما تلصقناش في يدينا. كما راكم تشوفوا عندنا العجينه تاعنا، شوفوا كيف جاتنا شابه العجينه، كي نلقاوها تلصق نعرفوا بلي العجينه تاعنا مليحه يعني ناجحه. هنا انا درت لي 2 خبزة دائريين وواحده كبيره درتها ككاريات، يعني درتها على شكل خبزه يعني مربعه.
وقطعتها على شكل مربعات. هذه الخبزة هنا درت أنا ندير زوج خبز عادي وخبزة بيتزا تاع كاري، كينا كاري. هنا نحي العجين تاعنا على جهة ونجو نحل الخبزة تاع البيتزا تاعنا، نحلوها بالفارينة. الفارينة تساعدنا يعني في الحالة تاعها متجيناش تلصق، تحل لنا بكل سهولة. هنا عندي أنا الحشو درت حشو عادي سامبل، درت طرشي ودرت البصل ولاصوص طوماط أكيد والجبن مبشور. تقدري تضيفي الفينداشي، تقدري تضيفي الطون، تقدري تضيفي دجاج، يعني تفتيه يكون طيب عندك تفتيه وديريه، يعني الحشو اختياري باش تعمريها يعني كيما تحبي. انا ما نحبش البصل والطرشي يعني يكونوا ناقصه مطياب، على ذيك درتهم في المقله قسمة تخلو مطياب برك، يعني ما خليتهمش يطابو كامل، تخلو مطياب ونحيتهم، لانه يعني نحب الخضره انا تكون طيبه، ما نحبهاش تكون يعني خاصها طيب. هنا كما راكم تشوفوا نحل العجينه على شكل دائري. تقدري كذلك ديري من هذه العجينه ميني بيتزا، لانه هذه العجينه بزاف ناجحه وتصلح بزاف للبيتزا. هنا كما راكم تشوفوا العجينه تاعنا ما نحلوهاش خشينه، نحلوها رقيقه لانه درنا ديال الخماله وخماله عفوا والزيت طلع لنا ضعف الحجم تاعها، على ذيك نديروها رقيقه. انا نحبها يعني رقيقه، ما نحبهاش خشينه. هذه هي الخبزه تاعنا، شوف كيفاش حليناها. نجيو هنا حليت زوج خبز تاوعي، نجيو هنا نضيفو لاصوص طوماط. لاصوص طوماط كنت درتها معكم من قبل، يعني على ذيك ما حبيتش نعاودها، راني نزلت فيديو تاع الطريقه تاع لاصوص طوماط كيفاش تحضروها، حتى الطريقه اللي تخبوها بها. نحط لكم الرابط تاع الفيديو تاع لاصوص طوماط في الوصف، تلقاو الرابط تاع الفيديو تاع لاصوص طوماط في الوصف. هنا نديرو لاصوص طوماط على الوجه كما راكم تشوفوا، كان اللي يحب يكثر لاصوص طوماط، كان اللي ما يحبش، كان اللي ما يحبش لاصوص طوماط ما يحبش يكثر، نتوما الذوق تاعكم. ونزيدو نديرو الطرشي تاعنا والبصل كما قلت لكم، تقدروا تزيدوا الوينداشي، تقدروا تزيدوا الطون، تقدروا تزيدوا البولي اشي، ولا الدجاج كان عندكم صابح تفتوه وديروه كذلك. تقدري ديروا الشامبينيون قليهم ديريهم، يعني الحشو اختياري. انا يعني ضربت فكرة بالبيتزا، ما حبيتش نكلف روحي، ماشي ما عنديش ما نديش عادي، درتها بالطرشي وبالبصل. انا اصلا نحبها بالطرشي وبالبصل، حبها سامبل. تقدروا كذلك ديروا زيتون اسود كما تعرفوا، هذا هو الصح تاع البيتزا. هنا بعد ما درت الطريقه هذه ديروا خبزه ثانيه بنفس الطريقه وندخلها طيب، يعني الفرماج ما نديروش من الاول، نخلوها حتى تحمر من تحت باش نديروا لها الفرماج، يعني واحد زوج دقائق دقيقه نحوها، لانه باش الفرماج ما يبسلش. هذه هي خبزه تاعنا تاع البيتزا، وهذه يعني اللي درتها كاريه. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة البيتزا، جربوها ومتنسوش ديروا الاشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس.